أصعب أنواع التغطية الصحفية هي التي يكون فيها صحفي في بلده أو في منطقة سكنه أو بين أهله عند أقاربه عند حبايبه. هي أصعب أشياء، لأنه ممكن أنت وأنت بتصور اغتيال ما فجأة تجد أنه واحد من أقاربك من أصدقائك هو ماشي استشهد أثناء التغطية. ممكن خلال الحرب اللي صارت، ثلاث حروب إحنا غطينا في غزة، كنا نشغل ليل نهار، ما كناش نعرف انه القصف اللي بيصيب دار او مكان او مين في المستشفى مين. فجأة تتفاجأ انه ممكن يكون جارك، صاحبك، ممكن تكون اخوك، ممكن يكون ابن عمك. محمد البابا مصور وكالة الانباء الفرنسية في قطاع غزة. امور لا تزال راسخة في الدماغ، مثلا تصوير المتضامن الامريكية ريتشيل كوري. كانت المتضامن الأمريكية دائما موجودة في رفح بجانب البيوت المدمرة التي كانت على الحدود الفلسطينية المصرية آنذاك، والتي كان يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، فكانت دائما تدافع عن البيوت. فكنا على تماس مع هاي المتضامنة، ودائما نجلس معها ودائما نصورها ودائما نشوفها. يعني كانت تعيش في مدينة رفح التي كنت أسكن فيها سابقا. لما استشهدت بالجراف، الجراف الإسرائيلي تعس عليها ودفنها كمان، كانت من الأحداث اللي كتير هزت أعصابي وهزت نفسيتي، وفي نفس الوقت يعني حسستنا بفراق إنسانة متضامنة معك وكانت موجودة معنا في البيوت وفي الشوارع وفي كل مكان. الأحداث العادية فيها جنازات، طبعا أنت بتصاب بنوع من الحزن ونوع من البكاء في داخلك وأنت ترى مشهد أم تبكي طفلها الشهيد أو ما شابه، لكن تثبت في المكان و تنقل الصورة على أساس أنك بدك تفرجي الناس ماذا يحدث، بدك تخلي الناس تطلع عما يجري، لكن دمعتك جواك، حزنك جواك، أنت في النهاية إنسان. إحنا هان في قطاع غزة خاصة، وكل مصورين قطاع غزة للحقيقة يعني شهادة تقال، من حتى الشباب الصغار الجداد حتى الكبار بتلاقيه بيصور أخبار، بيصور جمال، بصور طبيعة، بصور فاشن، بصور سبورت، بصور كل شيء متعدد، وبيطلع من جو الحزن وجو الألم والنيوز والموت والمسيرات العودة، وبتلاقي لك يعني بيروح على الغروب وبصور صورة جمالية كأنه بيداوي نفسه، كأنه بيعالج نفسه في عمليات الأرت الفنية هذا، على أساس يحيا من خلال كاميرته أو يحيا من خلال كاميرته ليقدر يواصل ويصور أكثر.